هسه راح نبدي بأول درس تدريبي اللي هو نتعرف بيه على طرق استخدام الأقلام الرصاص وشلون ندعك بيهن. أولا أنا أحب العادة من أرسم مو إلا أستخدم كل الدرجات اللي عندي، أقدر أكتفي بثلاث درجات الـ HB 2B والـ 6B. الـ HB بالعادة أحب أستخدمه لما أريد أخطط التخطيط الأولي أو من أريد أخلي اللون فاتح، 2B شوي أغمق والـ 6B حيل غامق. طبعا أكو درجات أغمق في حال كنا محتاجين أغمق، مثل ما شايفين هذا الرسمة، هاي الرسمة أنا مستخدم فقط هاي الثلاث أقلام الثلاثة هنا HB 2B و6B. خل نبدي أول شيء راح أرويكم الفرق بالدرجة. من اللي نستخدم القلم الرصاص نقدر نلزمه بعدة اتجاهات وحسب الاتجاه راح يزيد الغمق والفتح مال اللون. إذا لزمته بهالطريقة اللي هي هذه الزاوية، مثل ما شايفين اللون كلش فاتح ويكون نسبة الانتشار مالته اعلى. بالمقابل من ألزمه بهالشكل لاحظتوا اللون مالته يكون اغمق، راح ضمنه يكون اغمق. فاني من اريد اظلل مسافة كبيرة افضل احطه بشكل مايل واظللها على مود اللون اللي يجي عندي والشقطة مالته تجيني باتجاه واحد متناسقة، ما احسك خطوط ما حلوة بالرسمة مالتي مثل ما شايفين. وشي ثاني، من نريد نلون ونظلل شي ما نحاول نسوي مثلا كم خط منه بعدين نجي كم خط منه بعدين نجي كم خط من هذا الاتجاه، راح تطلع الرسمة مالتنا مخربطة. لهذا دائما من نريد نسوي تظليل نحاول دائما اتجاه الرسم مالتنا باتجاه واحد ونبلش افاتح. مثل ما شايفين انا ما ضغطت على القلم، من اريد اللون اغمق استخدم درجة اغمق من عنده بدل ما استخدم الـ HB اروح على 4B 6B او 8B. هسه مثل ما شايفين انا سويت التخطيط الاولي، افرض انه هذا الدرجة ظللها، اجيب القطنة مالتي واسوي عليها بهالشكل هذا بهذا الاتجاه وارجع بالاتجاه المعاكس اللي هو بهذا الاتجاه حتى تتجانس اكثر واكثر. حسيت بعد اللون مالتي فاتح اريد اغمق من هيج، ارجع بنفس القلم اللي هو الـ HB وارجع اسوي عليه مرة ثانية بالاماكن اللي اريدها تصير اغمق. مثل ما شايفين انا دا استخدم نفس الاتجاه بالرسم، ومثل ما تشوفون دا يصير اللون اغمق واغمق. تمام، نرجع ورا نجيب المدعكة مالتنا وندعكه. شيء ثاني مهم نسيت اقول لكم اياه اللي هو تستخدمون الاوراق اللي تكون ناعمة مو خشنة، لان الاوراق الخشنة راح نحس اللون ما يتجانس يصير املس عليها كليتها، راح يصير باماكن نحس اللون موجود واماكن لا. لهذا السبب كل ما كان الورق انعم كل ما كان افضل بهالشي هذا. مثل ما شايفين شوف شلون صارت الرسمة، وما احاول اضغط ابدا، كل الوقت اكون مستخدمة نفس درجة الغمق، لان افرضوا ان هسه دا استخدم درجة خفيفة من الضغط وراها اجي اضغط قوة تخربطت عندي الرسمة. لهذا لازم دائما نستخدم نفس الدرجة من الغمق. شي لاخ اوكي، احنا من استخدمنا المدعكة مالتنا او القطنة صار باماكن برا اتجاه الرسم اكو بيها الوان، شو نسوي؟ نجيب المساحة، او انا افضل انه تجيبون انتم مساحة رفيعة على مود تمسحون الزيادات اللي تصير حواليها حتى الرسمة تظل نظيفة. مثل ما شايفين. تمام، هذا حيكون الدرس الاول عندنا. خلينا نرويكم بعد الفرق بين الدرجات الالوان، ليش احنا نفضل نستخدم درجات مختلفه. هذا مثل ما شايفين اللي هو الـ HB، راح اروويكم شلون يكون درجته. هذا الـ HB طبعا مثل ما قلت لكم درجه الضغط تكون وحده ما نزيدها، والقلم ما نضل كل شوي نحركه، نخليه باتجاه واحد على مود يكون نفس الثخن مالته. وراها خليني اروويكم مثلا الـ 2B، هذا التوبي مثل ما ملاحظين شوية أغمق. هسه حستخدم لكم
السكس بي مثل ما شايفين الدرجة مالته أغمق. خلي أرويكم الفحم إيش قد الدرجة مالته. هذا الفحم لاحظت الفرق؟ لهنا خلص أول درس، إن شاء الله انتظرونا بدروس قادمة.